سؤالين. اتفضل. ايه رايك في انسحاب الزمالك؟ منين؟ وهل دي مقوله موجوده؟ انسحاب الزمالك منين الاول؟ صحيحه ولا لا؟ انسحاب الزمالك منين؟ من الماتش يوم 13. مفيش الكلام ده كذب. ما انا بسالك عشان انا عارف ان انت اصلا يعني كذب يا صاحبي. الدنيا كذب كذب تماما. مفيش حاجه من كده يا عم خالص. ايه السبب طيب؟ لا اصل انا شايف ليه السوشيال ميديا موجوده اللي هو انسحبوا دلوقتي. يا عم كذب. انسحابيه تعيال يا عم. عامله صفحات فيك بتقعد تلقح على بعضيها. لا بس ده في ناس من السوشيال ميديا بتاعت الزمالك هي اللي بتقول كده. انا بقول لك كذب. وبتاع السوشيال ميديا تعين مرتكي فاشل بيدور على لايكات عشان انت تخش عليه. انت عرفت مين؟ يا باشا كذب وبهتان. يعني انت شايف ان الموضوع ده كله ملوش اي مجال للصحة؟ ولا هو عيب اتكلم في حاجة انا عشان عيل تافه على السوشيال ميديا كتبها. تمام تمام زي الفل. تمام. طب ايه رايك في الحته بتاعت مش السوشيال ميديا يعني اللي الناس كلها عماله تتكلم على الشناوي اللي هو طالع بره؟ ما انا حكيت بقى ارجع للحلقه من اولها قلت عرض الشناوي. انا عارف اللي انت حكيت. انا اتمنى ان الشناوي يحترف. وانا كمان قدامه سنه او سنتين لازم يعمل كده. وخصوصا ان احنا عندنا ناس جامده جدا. طب بص اسالك سؤال ممكن ولا تسمح لي ولا لا؟ اتفضل. الناس اللي بتتكلم على السوشيال ميديا بتقول ايه؟ بتقول اصل احنا كان عندنا 3 مطوشه بتسعى بغلط. الاهلي عايز يتعادل الماتش عشان يحفل على الزمالك رابع ماتش. انت ايه رايك؟ والله ما انا انت فهمت اللي انا قصدي. ده كلام خيالات بتاع ناس بتحفل على بعضيها مش اعلامي خالص عشان اجاوبك عليه. ده كلام ملوش علاقه بالواقع يعني. صح كده؟ يعني هو لو بيراميدز النهارده زي واحد بيقول لك ايه الزمالك يهدد بالانسحاب لو عقوبه كهربا ما اتنفذتش. طب انت مش قلت امبارح انا متابعك خلي بالك. اتفضل. انت مش قلت امبارح اللي هو العقوبه بتاعت دونجا المفروض اللي هي هتتلغى او هتقف يعني؟ هتقف لما الزمالك يقدم التظلم. طب هو قدم ولا لا؟ النهارده لم يعلن انه قدم بس غالبا هيقدم. يعني هو لو ما هو لو قدم خلي بالك لو قدم هو الدنيا هتقف برضه. لو قدم هتقف على طول جاي كهرباء طبعا. يعني انا حبيت بس ابدا معاك شويه واقول لك عوده حميده واحنا بنحبك قوي ويعني شكرا. احنا اهلاويه والزملكاويه زينا وحبايبنا كلهم برضه. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عبد الناصر صباح الفل. أهلا يا أستاذ أحمد. الأول ألف سلامة لحضرتك وأجر وعافية يا رب كده إن شاء الله. الله يخليك ويبارك فيك. ربنا يخليك يا حبيبي. طبعا الأول ملف إمام عاشور يعني اللي فرض نفسه على الساحة يعني وفيديو بتاع المستشار طلب يعني كل يوم حضرتك تثبت إن حضرتك تاخد دكتوراه في الملف ده بصراحة. الحمد لله. ظهرت الحقيقه اهو النهارده وتاكدت اكتر بالكلام اللي قاله سياده المستشار. ف يعني بتمنى ان شاء الله باذن الله كده امام عاشور يعني كده يسلم نفسه بالنادي بتاع نادي الزمالك. هو فعلا عايز يجي النادي زي ما قال سياده المستشار عشان تبين حسن نيتك. الحاجه ده يا استاذ عبد الناصر انا لما قلت لحضرتك امبارح الموضوع بتاع الزمالك وقصه اللي هي بتاعت دونجا والعقوبات انا كنت سامع ان الزمالك في انسحاب او هيعمل انسحاب لو اصدرت لجنه الانضباط. هو الكلام ده صحيح ولا الكلام ده برضه كان لا اساس له من الصحه؟ طب ما هو المصري كان مرتضى عمل فيديو من شويه. هنتكلم في الكلام ده؟
لا بصراحة لا، أنا طبيعة ماشي. طب الفيديو ما من هو أوله بس لآخره. حكايه يا بيه، ده كله هبد وكذب يا عم الحاج. والله يا استاذ عبد الناصر فعلا والله العظيم حرب كده، واحنا ما اعرفش كمان يا يا عم استاذ الدكتور الكابتن عبد عبد الناصر. الواحد السيد النهارده قال لك سنظل الزمالك رغم هذا الكم الرهيب من الشائعات. انا بقول فعلا اصل مش كل ماتش احنا هننسحب عشان خاطر فلان وعشان خاطر علان عشان خاطر يعني تعقوبات. فعلا الموضوع ده ما ينفعش. في نفس الوقت احنا كزمالك يا استاذ عبد الناصر حضرتك لو معايا في الموضوع ده بنتعرض لحمله شائعات غريبه، ما اعرفش ليه الزمالك هو اللي يتحط كل شويه يا في جمله باشا، مخيفه. ده لعب عيال على السوشيال ميديا، حمله معروفه حملات سوشيال ميديا وفي زيها من الزملكاويه ضد الاهلي، والمشكله مش في دي، المشكله ان في اعلاميين هبل بيقعوا ضحيه اللي بتعمله العيال دي. بالظبط يا استاذ عبد الناصر، عشان كده انا بقول لحضرتك وقلتها قبل كده، يا ريت حضرتك يعني تخلي بالك وتبقى معانا في يعني في الامور انا الحمد لله كل وتستمر حاجه. يا عم ايه شتموني وتستمر. النهارده؟ شتموني النهارده كان قلت زيزو رقمه مش 5 مليون يورو. ما هو بقى ده يا استاذ عبد الناصر اللي انا متغاظ منه، انت حضرتك ما خدتش الموضوع من على الوش، حضرتك يعني شفت بقى وجهه نظر، شفت حضرتك عشان لما اقول لك حضرتك في حته تانيه ما بقاش بطبل، شوف انت حضرتك الناس تناولت الموضوع ده ازاي؟ وكله فرحان وكله عمال يغيظ واحنا بقى واحد قصاد خمسه عندكم والضحك، شوف حضرتك انت بقى مسكت الموضوع ازاي؟ وناقشته من زاويه ازاي؟ يعني بص عشان كده بقول لحضرتك يا ريت حضرتك تكمل معانا، احنا ما بنفرش غير على حضرتك، ما بنصدقش غير حضرتك، خلاص. ربنا يخليك يا رب. حضرتك الاعلام رقم واحد، اقسم بالله يا استاذ عبد الناصر ما بطبل ولا انا كل يوم بيتثبت ان الحمد لله وجهه نظري صح في حضرتك، ويعني تستمر حضرتك ان شاء الله باذن الله، وربنا يبعد عنك الحروب اللي انا ملاحظ انها اللي هي حواليك بصراحه، يعني انا نفسي واحد بعيد اهو وبشوف حضرتك كده بامانه بحس نفسي بيتقل، بحس انا مش عارف اخد نفسي، ما بالك حضرتك. فكتر خيرك الحمد وربنا لله يحفظك يا رب الحمد ويديك لله الصحه وتنتصر عليهم، عشان حضرتك معاك الحق ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليك متشكرين، احب الف سلامه على حضرتك، شكرا يا ابو ربنا حميد، يخليك يا حبيبي، شكرا. متشكرين.